علماء يصنعون روبوت لزج يتحكمون فيه داخل جسم الإنسان. تمكن علماء في هونغ كونغ مؤخرا من اختراع روبوت مصنوع من مادة لزجة يمكن التحكم به مغناطيسيا لاسترداد الأشياء المبتلعة عن غير قصد داخل جسم الإنسان، حسب ما ذكرته إحدى المجلات. وقال لي تشانغ أحد مبتكري الروبوت اللزج جو بوت من الجامعة الصينية في هونغ كونغ إن الهدف من الاختراع هو أن يكون العلماء قادرين على استخدامه كإنسان آلي. ونقلت جريدة الجارديان البريطانية عن تشانغ قوله إن المنتج يتصرف مثل سائل أو صلب اعتمادا على مستوى القوة المطبقة، وعندما تلمسه بسرعة كبيرة فإنه يتصرف مثل صلب، وعندما تلمسه بلطف وببطء فإنه يتصرف مثل السائل. ويقول العلماء إنهم قادرون على التحكم في هذا الجسم المغناطيسي بفضل جزيئات مغناطيس النيوديميوم الموضوعة بالداخل، ويسمح هذا للعلماء بتمديده في اتجاهات مختلفة، ما يسمح له بالتحرك عبر مساحات ضيقة جدا، وتمكن الجزيئات المغناطيسية الموجودة داخل هذا الهيكل اللزج من التقاط الأشياء المختلفة على شكل السي أو أو وتحريكها في أي اتجاه كما يمكنها توصيل الكهرباء. ويظهر مقطع فيديو لهذه المادة اللزجة كيف يمكنها سحب الأسلاك معا والانتقال في ممرات ضيقة مثل 1.5 ملم والتصرف مثل الزئبق من مقياس حرارة مكسورة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.